أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما تتميز به العلاقات البحرينية البريطانية من تطلع مستمر نحو تطوير التعاون الثنائي على مختلف المسارات استنادا على عمق ومتانة روابط الصداقة التاريخية والتعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين. نوه سموه حفظه الله لدى لقائه اليوم بقصر رفاع معالي السيد مارك لانكستر وزير القوات المسلحة بالمملكة المتحدة في قصر رفاع بحضور سعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع بالتعاون والتنسيق في المجالات العسكرية والدفاعية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة والتنسيق المشترك بينهما نحو كل ما يدعم جهود الدول الشقيقة والصديقة الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ومواجهة الإرهاب والتطرف، مؤكدا سموه على أهمية الزيارات المتبادلة بين الجانبين على كافة المستويات بما تعكسه من رسوخ العلاقات التاريخية وخصوصا المتميزة. خلال اللقاء استعرض صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مع معالي وزير القوات المسلحة بالمملكة المتحدة عددا من القضايا المتصلة بالأمن والاستقرار في المنطقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.